يبلغ مرض حساسية الربيع أو ما يعرف بحساسية البولين ذروته خلال شهر أفريل، حيث تبلغ عملية تلقيح الأشجار والنباتات وظهور أوج نشاطها، فتنتقل حبوب اللقاح عبر الهواء لمسافات كبيرة محدثة تفاعلا بينها وبين بعض أعضاء جسم الإنسان، ما ينتج عنه الإصابة بالحساسية المفرطة التي تصيب الأنف أو الأذن أو العينين أو البلعوم وكذا الرئتين، ما يسبب انخفاضا في وظائف هذه الأعضاء قد يصل إلى حد التعرض لنوبات ربوية. 25-30% من الناس اللي عندهم حساسية لمخاطية الأنف هي نسبة كبيرة جدا. لو كان نحسبوها بنسبة النسمة المتواجدون في الجزائر 40 مليون، شوفي من 40 مليون يكونوا عندنا 30% من الناس اللي عندهم حساسية، والعدد يكون مرتفع. وإحنا نعرفوا بلي 80% الناس اللي عندهم حساسية اللي عندهم مرض الربو عندهم حساسية الأنف، و40% الناس اللي عندهم حساسية الأنف عندهم الربو. وتنتشر حساسية البولين بكثرة بين أطفال المدارس لكونهم يقضون أوقات طويلة في الخارج، وبالتالي يتعرضون للعوامل المثيرة للحساسية بصورة أكبر. وحسب المنظمة العالمية للصحة، تتوقع انتشار مرض الحساسية عبر المعمورة بنسبة 50% في سنة 2050، ويصنف في المرتبة الرابعة على سلم الترتيب العالمي لمختلف الأمراض المنتشرة. واحد يكون عنده حساسية للأعشاب الضارة دي جراميني، نقولوا له باللي قبل ما تبدأ اسمه هذيك لابيريود لازم شهر مقبل يبدأ الدواء تاعو باش يكون متحسن في الصحة تاعو. فيما يخص الناس اللي عندهم الناس المرضى، أولا لازم يديروا اختبارات الجلدية لتسكتاني باش يعرفوا ما هو نوع حبوب الطل اللي عنده الحساسية له. وثانيا نقول لهم باللي كي اللي عنده حساسية الحبوب الطلع لازم ياخذ الدواء تاعو بصفة مستمرة. ثانيا لازم كي يدخل الدار يغسل الشعر تاعو. لماذا؟ لأن الشعر تاعو راح يحتبس كمية كبيرة من حبوب الطلع في الشعر تاعو. والنقطة الثالثة، الناس اللي يحبوا يديروا الرياضة يتفاداو الأوساد، من الأحسن كي يديروا الرياضة يديروها بين 6:30 تاع الصباح حتى 7:30 حتى 8 تاع الصباح، ويديروها من 5:30 العشية وطلع. هذا وتشهد الحساسية في الجزائر منحا تصاعديا، وذلك لعدة أسباب أهمها تغير نمط ونوعية الغذاء كالمضافات الجديدة التي تحتويها مختلف المنتجات الغذائية، إضافة إلى التدخين وكثرة استخدام الأدوية، ما يؤثر سلبا على صحة المستهلكين. وقد بات اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر ضروريا من أجل التخفيف من حدة المرض.